السلام عليكم ورحمة الله. يمكن كلنا لسه زعلانين على نيرة، لكن ما حدث من الدكتور مبروك عطية قال ايه عن وفاتها هو ده اللي قالب الدنيا دلوقتي. واول تعليق بعد رفع كذا دعوة عليه رد قال ايه، هنعرف بالفيديو كمان انه مش هيطلع تاني على الشاشة ومش هيتكلم مرة تانية. كمان اللي مش هتتصدقوه داخل الفيديو ده والد مصطفى اللي يعني كانت وفاته صعبة جدا جدا من اعلى كوبري المنصورة. هو كمان والده رد مش همشي في جنازتك يا ابني، ليه وايه السبب اللي خلاه يقول كده هنعرفه. وجزء خفي جدا جدا في وفاة نيرة فتاة المنصورة أول مرة حضراتكم هتسمعوه داخل الفيديو كمان. ورد الأزهر على الشيخ مبروك عطية إن أي بنت مش هتطلع من بيتها زي الأفة يبقى حلال اللي يحصل ليها. الشعر المهفف اللي بيجري على الكتاف واللبس المحزق والملزق تستاهل اللي هيحصل لك. تلاقي واحد بقى كان عايزك وما طلكيش ما وصلش ليكي، يبقى ما تلوميش غير نفسك. تعليق بسيط قبل ما ندخل في الفيديو، خلينا كلنا ندعي بالرحمة لنيرة والمصطفى ولكل موتانا. مصطفى ده لما مات يا جماعة وفاته كانت صدمة، لأنه كتب على صفحته الشخصية أنا على حافة الانتحار، وبعدها بشوية قال أرجوكم بلاش أبويا يمشي في جنازتي. كلام صعب قوي قوي. إيه اللي وصلك اللي بينك وبين أبوك إن يوصل الحد لكده؟ ليه؟ على فكرة الناس اللي عملت لوم في بس في مصطفى، طبعا مصطفى عليه لوم كبير لأنه راجل ويعارف وفاهم والدنيا ماشية إزاي، والمفروض أنه عارف دينه على إيه. لكن والده كمان، ليه مش حاولت تحاوط ابنك؟ ليه مش حاولت تكون صديق قبل ما تكون أب أو حازم بالدرجة اللي انت فيها؟ والدة مصطفى قالت أن سبب وفاة مصطفى بنت. هو الحب بقى كده؟ هو أي واحد مش هيعرف ياخد واحدة هيقوم يموت نفسه؟ في إيه يا جدعان؟ في إيه يا ناس؟ منفوق شوية من اللي احنا فيه. فين ديننا وفين العقيدة وفين فين 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 كل الحاجات دي؟ فين الشيوخ اللي ما قدش تطلع تتكلم، ولو طلعت تتكلم بتطلع تغلط وتغلط وتغلط؟ فين فين الشيوخ اللي بتطلع توعي؟ بقى كل برامجنا على السوشيال ميديا، تيك توك وعلى الشاشات، كلها حاجات ملهاش اي علاقة بالدين. وقبل برضو ما نلوم على البنت ونقول هي كانت لابسة ومش لابسة، في بنات محجبة بيتعرضوا لأسوأ وأسوأ من اللي نيرة حصل ليها. بيتعرضوا كل يوم لأذية سمعية، انهم يسمعوا كلام سم، انهم يتعرضوا، انهم حتى يحصل معهم زي اللي حصل لنيرة. مش بس اللي غير محجبة زي ما الشيخ مبروك عطية قال هي اللي تتعرض لكده، لأ كلنا، والله كلنا بنتعرض. لأننا بقينا عايشين إن الأب ما بقاش يهتم ابني راجع الساعة كام، ويجي يقولك أنا ابني حر يطلع وقت ما يطلع، واللي عنده معزة يربطها. طب ما تربط ابنك الأول قبل ما تقول على بنات الناس معزة، ما انت كمان عندك بنات، هم كمان محتاجين هم كمان يتربطوا قبل ما نسيبهم لولاد شباب تانيين ونقول ما هم السبب. عيب، وصلنا لحد والله ما عارفين الدنيا لسه فيها ايه. يوم وايام حزينة بتمر، مش بس على مصر، اكيد معظم الدول العربية فيها حاجات زي كده. عيب قوي اللي وصلنا له. وفي الاخر الشيخ مبروك عطية، على فكرة يا جماعة هو طلع من أقل من ساعة وقال احتمال ده يكون اللقاء الأخير ومش هظهر مرة تانية. هو من ضمن كلامه علشان نكون على حق، الراجل ما قالش هي تستاهل كنيرة بالتحديد، قال كل بنت تحافظ على نفسها وهي خارجة من بيتها. زي ما حضراتكم شايفين قال أنا ما تعرضتش لنيرة، أنا ما قلتش إنها مش محجبة، أنا دعيت ليها بالرحمة كذا مرة وقلت ربنا يوقف لها قاضي عادل ياخد القصاص من اللي عمل فيها كده. كمان في ناس كتير هجمت الشيخ مبروك عطية وقالوا له انت ما تستحقش الظهور، وكمان كذا محامية طلعت ورفعت عليه بلاغات كتيرة قوي قوي علشان يتم وقفه. وهو قبل ما يتخذوا القرار بوقفه طلع واتكلم وقال انا مش هأظهر مرة تانية، انا كنت بحاول اكون واعي او بواعي الناس اجمعين مش بواعي كنيرة فقط لا غير.
هو برضو يا جماعة، هو يعني بلاش نكون متحاملين عليه، هو أفضل من ناس كتير بتطلع تتكلم في كلام ملوش أي 30 لازمة. والله والله بقينا في زمن ما يعلم به إلا ربنا. واحد زي مصطفى ليه؟ هي بنت مين ديت اللي هتموت نفسك عشان؟ ولو هي أحسن واحدة في الدنيا، عيش واصبر واشتغل واعمل وحقق اللي انت عايزه قبل ما تفكر في كده. شيخ الأزهر يتبرأ من فتنة مبروك عطية، لا يمثل المشيخة ولا تاخدوا الفتوى من أفراد. ده كان رأي شيخ الأزهر، إن كلام مبروك عطية اللي قالوا في الواقعة إن البنت تطلع من بيتها زي القف علشان محدش يعمل فيها حاجة، قال الكلمة دي ما تجوزش، لأن بنات كتير جدا جدا محجبين حدث ليهم أكتر من كده. انهيار أهل نيرة بطريقة غير طبيعية بسبب بعض كلام الناس إنها تستاهل اللي حصل لها بسبب لبسها، وبيبرروا لي اللي عمل فيها كده، بيقولوا هي كان عايزها وكانت ماشية معاه بقالها سنتين، سابته وشافت نفسها لما اشتغلت موديل وبدأت الفلوس تجري في ايديها وبتشتري حاجات، وشايفة ان هو ما بقاش ملائم او مناسب ليها، وان هي عايزة حد افضل منه او عايزة تفتح مجال لنفسها. مفيش حاجة في الدنيا كلها ممكن تبرر اللي عملوا فيها مهما كان. مين يبيح الموت بالطريقة دي؟ مين؟ ليه عشان خاطر مين؟ وعشان ليه؟ فين ديننا؟ فين يا جماعة؟ وفين دور الأسرة والأهل والمدرسة والتعليم؟ فين؟ ما تعرفش بكرة ممكن يحصل ايه. على فكرة كل واحد بقى ماشي، كل بنت بقت خايفة، يا ترى مين ببصلي؟ يا ترى مين هيعمل فيها ايه؟ بس عايزة اقول لكل بنت، بلاش لما يعني حد تحس ان هو مستميت عليكي، بلاش تحسسين ان انت ولا حاجة وان انا هاخد احسن منك، لانه بيحس برجولته قوي في اللحظة دي ومستعد يعمل اي حاجة لدرجة انه يموتك علشان لا كرامتي قبل اي حد. زي ما اللي عمل في نيرة كده، قال هي قالت لي انت لا، يبقى انا عمري ما هسيبها لحد غيري. هو الجواز بقى بالعافية؟ والله سامحوني ممكن الفيديو ما يعجبش بعض الناس، انا عارفة، بس والله الواحد منفعل من اللي بيحصل، ونفسنا بس نرجع قبل اي حاجة لديننا، نشوف الدين بيقول ايه، والاسرة عليها دور، كل واحدة عندها ابن تربيه، وكل واحدة عندها بنت، طبعا مش هتمنحها من الظهور، لا هتسيبها وهتمشي وهتخرج وهتعمل كل حاجة بحدود، لان احنا بقينا في زمن ما تعرفش كمان ساعة هيحصل ايه. ادعو لهم كتير بالرحمة وبالمغفرة، وبنقول للدكتور مبروك عطية انت الشيخ وفاضل وكل حاجة، ما فيش مشكلة انك غلطت مرة، وما فيش مشكلة من الاعتذار، وافتي الناس بالصواب وبالصح، لاننا كلنا محتاجين فتوى في امور كتير.